تركيب كاميرات للمراقبة على جميع المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية. كان ذلك قرار محافظ القاهرة جلال مصطفى السعيد كشرط أساسي لإصدار تراخيص التشغيل الجديدة، وذلك لمراقبة الشوارع ومعرفة ما يدور فيها، خاصة في ظل الأحداث التي يشهدها الشارع المصري الآن، مشددا على جميع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بذلك مع التأكد من صلاحية تلك الكاميرات واستمرارية تشغيلها، وذلك سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمساهمة في القضاء على الإرهاب. كاميرات للمراقبة أصبحت شرطا لمنح التراخيص للمحال التجارية، فماذا عن المحلات الموجودة بالفعل؟ هل ستستمر كما هي أم ستقرر وضع كاميرات للمراقبة؟ وما هي وسيلة تحقيق ذلك؟ ومتى نطمئن أن كل الأماكن التي يتواجد فيها البشر تخضع للمراقبة والتأمين؟ إسراء سعد، الحياة اليوم. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية عن القرار اللي أصدرته محافظة القاهرة ولأي مدى هيتم تنفيذه على الأرض، وإلزام كل المحلات كشرط من شروط الترخيص إنها لازم تكون مركبة كاميرا مراقبة تلفزيونية. ده شيء مهم جدا، وإحنا بنتعامل طبعا مع ظرف استثنائي ومع الحوادث الإرهابية. أي مكان في العالم خاصة الأماكن اللي بتحترم نفسها وعايزة يكون في انضباط مروري ويكون في أمن واستقرار، يعني الكاميرا دي أبسط وأسهل حاجة. والأمن هو سلعة مكلفة، لكن استخدام التكنولوجيا الحديثة ده شيء ولا بد منه في هذه المرحلة. هنفهم القرار وتفاصيله وازاي هيتنفذ وازاي يتم إلزام هذه المحلات بهذا القرار، ده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفنا. برحب في الحياة اليوم النهاردة بسيادة اللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية. مساء الخير يا سيادة اللواء، أهلا وسهلا. وأستاذ أسامة جعفر، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أهلا وسهلا. أستاذ خالد السعداني، رئيس شعبة المنتجات السياحية بالغرفة التجارية، شرفتني. أهلا وسهلا. أبتدي مع حضرتك يا سيادة اللواء، نتكلم شوية عن القرار، نفهم القرار إيه مضمونه والهدف منه في التوقيت ده بالذات. طبعا في قوانين منظمة للأعمال ترخيص المحلات التجارية، في قوانين لها شطر خاص وشطر عام. شطر العام والخاص هما يعني ان هو بيتيح او يمكن السيد مصدر القرار اللي هو السيد محافظ القاهره انه يصدر القرارات اللي هي ممكن تنظم التراخيص، وممكن نضيف في اي وقت اي قرارات ممكن يكون من شانها ان احنا نعمل عمليه انضباط لعمليه هذا الكلام. طبعا في قرار، في ده صادر طبقا للقانون 453 لسنه 54. الاشتراطات العامة ده واشتراطات خاصة. الاشتراطات الخاصة دي متروكة زي ما قلت لحضرتك تقدير للجهة الإدارية اللي هي بتنظمها. احنا في الفترة الأخيرة كان لابد ان احنا نتماشى مع الظروف الأمنية الموجودة والحالة بالنسبة للقاهرة. القاهرة طبعا تعدادها حوالي، احنا قاربنا على 10-12 مليون حاليا، والوافدين بيزدادوا حاليا. عدد التكدس الموجود في القاهرة كبير جدا، عملية متابعته وعملية ان احنا يبقى في بسط للامن منتهى الصعوبة. القاهرة في كانت مبادرة من القاهرة ان احنا في بداية احنا حلفنا يمين بقالنا سنتين. تمام. كانت ان احنا ازاي نتحكم في ميادين القاهرة كلها. احنا ركبنا حوالي 250 كاميرا حاليا، او في طور ان احنا نكمل ال 250 كاميرا في ميادين القاهرة كلها. بحيث تتحكم في عملية تنظيم المرور، وعملية برضو عملية ان احنا نتحكم نقل القاهرة كلها قدام بوسط القرار. في الشاشة العمومية او الشبكة العمومية موجودة في منها في محافظة القاهرة والاخرى في الادارة العامة للمرور، بحيث ان كل ميادين القاهرة بمختلف انواعها يتم التحكم فيها في عملية السيولة والحركة المرورية بالنسبة لسير المواطنين. وفي نفس الوقت انا بتحكم فيها بالنسبه للسيارات المخالفه. اوتوماتيك الكاميرا بتظبط مجرد ما يبقى في اشاره حمراء في تعدي تخطي لهذه الاشاره، بيتم التقاط الصوره وارسالها مباشره للاداره العامه للمرور وتسجيلها،
وتسجيلها بقى للمواطن، واحنا في طور ان احنا في التجديد ان احنا يبقى كل صاحب سياره ليه رقم ليه رقم الموبايل بتاعه، هيتم ارسالها عقب انتهائه من السير بصورته، هتقول له احنا انت خالفت في كذا وكذا وكذا. حضرتك قلت لي يا فندم 250 250 ودي تكلفت علينا ما يقرب من 260 مليون جنيه على اساس نعمل انضباط في حركه المرور. حاليا في وسط البلد مثالي كل الناس شافتها، حضرتك لو دخلت في شارع طلعت حرب بتلاقي الاشارات على مرمى البصر حاليا موجوده اللون الاحمر او اللون الاخضر، هيبقى في وحده خط في هذا. الاول هي 250 دي دفعه اولى، يعني برضو جاري التعاقد على كاميرات تانية ولا ان شاء الله مع الافتتاح الميادين الاخرى التانية دي عمليه تطوير تمت، احنا كنا داخلين وسابقين الزمن فيها بحيث ان احنا نبدا حضرتك عشان نعمل ونركب الكاميرات ده. هو ما كانش في كاميرات قبل كده؟ كانش في حاجه خالص، كانش في حاجه خالص. احنا جبنا الحاجات التقنيه الجديده دي بحيث ان احنا يبقى في ضبط وربط، وبالتالي السيد رئيس مجلس الوزراء لما كان موجود عندنا في محافظه القاهره وكنا بنغطي عملية الافتتاح كان وكان موجود، وكان السيد وزير الداخلية موجود، وكل السادة وزير أكتر من السادة وزير التخطيط وسيد وزير الاتصالات، كل السادة وزير التنمية المحلية، كلنا كنا موجودين في غرفة العمليات الموجودة في المحافظة، وكنا في مواطن كان موجود في شارع التحرير، عملنا زوم مش ده اللي كان معايا شنطة كده في ايده. شنطة في ايده وكانت شنطة سمرة كده، اتعمل زوم عليه من الكاميرا بتاعته لقطته وجابت شكله على الشاشة، وتم توجيه أقرب ضابط ليه كان موجود في ميدان التحرير وراح اتعامل معاه ساعت. وتلاقى ان هو كان مجند في القوات المسلحة. هنا بقى كاميرات المحلات هتساعدكم يعني هتوسع الدايرة والنطاق يبقى أكبر، تكونوا شايفين كل حاجة. الحكومة قامت بدورها ان انا غطيت لك المساحه كلها بتاعه القاهره. انت يا مواطن واجب عليك بقى انك تتعاون معانا. طب القرار بيقول ايه بقى يا سيدي؟ القرار بيقول ان كل محل موجود في القاهره يتعين عليه ان هو في حاله تجديد الرخصه او رخصه جديده ان هو يركب الكاميرا بتاعته اللي موجوده، بحيث ان انا بركب على خارج المحل او داخل المحل. داخل المحل هو حر لكن انا عاوز خارج المحل يعني ليه؟ لازم يعمل كاميرتين ولا هو كاميرا واحده الكاميرا اللي هي اللي بره يعني عامل جوه ده براحته هو براحته هو هي طبيعي هو لازم يعمل هيعمل جوه في داخل المحل بتاعته اكتر من كاميرا ده حسب ما يتراءى ليه، لكن بره الشارع في المثلث بتاعه والموجود هو كشفه وموجود عندنا الكاميرا ده بتسجل يعني باربع خمس ايام ممكن بحسب الساعه بتاعتها. بس يا فندم هل في مواصفات للكاميرا ولا انت بتقول مثلا اركب كاميرا ما عشان ما يعني تبقاش انا اقول حاجه على حاجه ما في مشكله ان ساعات بيكون في كاميرات لكن يجي وقت الجد وبعد لا قدر الله يحصل حادثه يقول لك الكاميرا مش شغاله لا 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 والله ما سجلتش ما كانش فيها مش عارفه ايه يعني هو هيبقى في فنيه عمل وشروط معينه في عمليه التركيب والتاكد من التقنيه اللي بتاعه الكاميرات والتسجيل بتاعها. انا اهم حاجه عندي التسجيل بتاع الكاميرا. ليه؟ لما تنتشر الكاميرات دي كلها يبقى كل شوارع القاهرة متغطية بحيث لا قدر الله حصل حادثة هنا حصل حادثة هنا المحل ده هيغطيها والمحل ده هيغطيها والمحل ده هيغطيها. واحد عاوز يزرع قنبلة في أي مكان كل الكاميرات اللي موجودة ده هتجيبه في كل المراحل وهو ماشي لغاية لما هو ماشي يعني لو كان أنا لو حبيت أتتبعه من هو بعد ما ألقط آخر حاجة ليه ممكن لو عملت إعادة بقى للكاميرات الموجودة أجيبه من ساعة ما خرج من البيت مرة تانية مش. يبقى القرار أي محل عند تجديد الرخصة لي أو رخصة جديدة بتلزمه بتركيب كاميرا. أيوة أنا عاوز أقول برضو لإخواننا التجار وإخواننا أصحاب المحلات وأصحاب الـ 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 المحلات بالعموميات بتاعتها مطاعم أيا كان هذا التجار الموجود إحنا بنحافظ على أمنه لصالحه برضو. أنا لما بيحصل قدر الله اي عمل تخريبي ما انت بتنهار الواجهه بتاعتك والمحل بتاعك بينهار واحنا شفنا المثل الموجود حاليا احنا الامن بيقوم بدور فعال في المرحله الحاليه لو اي حد ارهابي يعني هيفكر مرتين هيتخوف هيفكر مره واثنين وثلاثه في عقوبه يعني في اللي مش هيلتزم خلينا اقول هتعمله معاه انا مش هياخد الرخصه وبعد كده ترتب عليه الغلاء هو تجديد الترخيص بيتم كل قد ايه في سنوي في اكتر من كده يعني كل قد يعني اكتر يكون سنه اثنين ثلاثه يعني حسب المحل بتاعه وحسب يعني التشغيل بتاعه. طيب خليني اعرف اهل التجاره شايفين القرار ده ازاي زي ما قال سياده اللي هو مصلحتكم في الاساس وبرده خدمه للبلد لما يكون في امن ده هيعم بالخير على كل الاطراف. اتفضل يا فندم. طبعا هو قرار رائع
وطبعا هو اتاخر شويتين كتير يعني. يعني يكفي حضرتك تعرفي ان لندن عدد الكاميرات الموجوده في العاصمه هناك 4 مليون كاميرا في الشوارع فقط، غير المحلات وغير المباني وغير المنشآت وغير كل ده. بس احنا كويس ان احنا ابتدينا وكده. يكفي ان احنا النهارده لما بننزل نص البلد زي ما سيادة اللواء بيقول، انا لو انا عايز اتخطى الشارع هقف ليه؟ لان شايف كاميرا قدامي، فبراجع نفسي. الكلام ده بقى بنتكلم عليه لكل الناس اللي موجوده، الناس هتخاف هتراجع نفسها، واحنا المفروض نعمل كده من زمان، والقرار صائب جدا جدا جدا. بس بنتمنى من الحكومه عشان ما يحصلش لود على الناس اللي هم التجار او المصنعين او اي حد، يراجعوا نفسهم في القرارات الجمركيه بالنسبه لاسعار الجمارك، بالنسبه للكاميرات، اسعار الكاميرات اسعار الكاميرات والكابلات اللي بتاعت الكاميرات والدي في ار اللي هو الجهاز اللي بيشغل الكاميرات، اذا كان كاميرتين او اربعه او ثمانيه او 16، ده اقصى حاجه للجهاز اللي هو دي بي ار. اولا هو الجمرك بتاعها 5% زائد 10% ضريبه مبيعات. ده في نوعين من الكاميرات بالمناسبه، الكاميرات العاديه اللي هي بتصور عادي خالص، وفي الكاميرات اللي هي بتحتفظ بالميموري لغايه شهرين، يعني من يوم واحد لغايه شهرين. فبنتمنى من المحافظه انها تعمل الحته دي، ان كل الكاميرات اللي تكون موجوده في المحلات لازم يكون فيها ميموري. ليه؟ علشان نقدر نتتبع زي ما سيادتي اللي هو بيقول كده، اي حد جاب الليل اي حد جاب النهار، لان ما فيش حد هيفضل قاعد قدام الكاميرا طول النهار وكده. يعني برضو ارجع للنقطه اللي كنت بناقش فيها سيادتي، اللي هو ان يكون في مواصفات معينه للكاميرا اللي تتركب. بالظبط كده، المواصفات بتاعتها لازم يكون يا جماعه فيها ذاكره، الذاكره مهمه جدا 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 للرجوع لاي وقت في اي وقت في 60 يوم على ال. طيب هي تكلفة الكاميرا اللي بنتكلم فيها بالجمارك والحاجات دي كلها يعني قد بتوصل إيه؟ تمنها من 350 جنيه لغاية 750 جنيه. طب وهل ده يعني كتير على حد فتح لا محل؟ لا هو مش كتير ولا حاجة، بس احنا بنتكلم انها بقت حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان احنا بنساعد في المنظومة الأمنية في مصر كلها. يبقى ندخلها، لو دخلنا دي بس لوحدها بدون جمارك احنا كده يبقى بنساعد الناس كلها انها تركبها على طول. ليه؟ لما ياخد حاجه رخيصه ويركبها وهي التقنيه بتاعتها عاليه وكويسه وتكلفتها قليله جدا، يبقى الدوله كفايه انها بتقول انها بتساعد. احنا ندخل يا جماعه الكاميرات دي بدون جمارك وبدون ضريبه مبيعات. ولو ما عملتش كده لا لا انا بقول انها تساعد، لا انا بقول انها تساعد بس هو علشان هو السعر يا فندم، السعر يعني هو السعر يعني كويس، بس ده واحد ده ثمن فنجان قهوه في حضرتك. حضرتك النهارده المنظومه كلها بتتكلف من 2500 لغايه 7000 جنيه للكاميرات، لو انت حطيت اربع كاميرات او 8 او 16 بتوصل لغايه 7 او 10000 جنيه. لو احنا وصلنا من غير جمرك ومن غير ضريبه مبيعات ممكن توصل 1000 او 1500، تبقى في متناول الجميع اللي قصدي عليه. انا عاوز اقول برضو بالنسبه للكاميرا اللي بتبقى موجوده، ده حمايه وامن لصاحب المنشاه اللي موجوده، لا قدر الله حصل اي عمليه سرقه بالليل او اي حاجه او اي كذا بالظبط هيبقى موجوده برضه. بيساعد الامن، الامن دلوقتي مشغول في مهام كتيره حاليا موجود فيها. صح. فانا لازم اساعد راجل ضابط البحث الجنائي اللي هو موجود لا قدر الله في حادثه ارتكبت، او حتى حادثه تصادم موجوده في الشارع، يعني الكاميرات هترصد اي سيارات مخالفه موجوده في الشارع هترصد، اي عربيه عملت حادثه وعملت ارتكبت جريمه وبدات تهرب انا برضو رقم. ممكن تتبعها من خلال الكاميرات الموجوده. تمام. يعني احنا بنساعد برضو اجهزه الامن الموجوده معانا بحيث ان احنا نبدا خلاص نسيطر على الامور، ومحدش يفكر سواء سياسي او جنائي ان هو يرتكب اي عمل مخالف. تمام. وحضرتك على اساس القرار اللي انت بتقوله ده، على اساس القرار اللي سيادته اللي انتوا اصدرتوه في المحافظه، ان احنا في خلال سنه واحده القاهره كلها تكون متاحه. لا بس حته سنه واحده، انا كنت بناقش بقى سياده اللواء في موضوع انه يا محل برخصه جديده يا عند تجديد الترخيص، فتجديد الترخيص دي برضو متفاوته. تمام. اللي بعد سنه سنتين ثلاثه يعني من سنه ثلاثه. واولا برضو طبيعه المحلات، يعني في معلش انا هرجع لحضرتك يعني عشان فاهمين قوي الصوره يعني اكتر في موضوع القرار. محلات بعينها ليها طبيعه ما، مثلا نشاطها التجاري ايه، محل صغير على قده ولا لازم يكون مثلا استثمار يعني كبير؟ يعني في المحلات اللي هو هيبقى ضيق صغير، لا مش هو ده يعني. بدل في كاميرا تانية قريبه من ناحيته وده من ناحيته، مش هيبقى يعني التطبيق يعني. لكن احنا يعني المحل عنده قدره، صيدليه، محل سوبر ماركت كبير، ما اصدق قرار المفروض كبير. ان هو هيمشي على الكل ولا بتقول لي في مرونه في تطبيق القرار لطبيعه المحل؟ بدل ليه رخصه هو قادر، وكل الناس بتكسب دلوقتي، محدش هو في محلات من غير رخصه؟ لا فيش محلات من غير رخصه طبعا. فعلا؟ لا لا طبعا، ده كله ليه رخصه. تمام. ليه رخصه، وغير كده بيصدر له قرار غلق على طول. احنا الايام اللي فاتت دي في ظل الهوجه
بتاعه النظافه وعدم النظافه. احنا لقينا كنا بدينا ننظف بقى ونشيل المخلفات الموجوده في الشوارع من خلال الصناديق، لقينا بقى في الشوارع الجانبيه او في الشوارع الرئيسيه ورق موجود كده بتنطور في كلها. كل صاحب محل بقى بدل كل اللي طالع من المحل شارع رئيسي يدخل في الشوارع الجانبيه، لا لا بدا اللي طالع من المحل شارع حاجه معاه كيس في وسط الشارع ويجي نازل. احنا في برضو قرار صدر من السيد المحافظ بيلزم جميع المحلات الموجوده في القاهره كل محل هيحط قدام المحل بتاعه على الجنب كده صندوق قمامه، بحيث ان انا طالع من المحل معايا حاجه في ايدي انا طالع، يعني لازم تبقى القاهره جميله. احنا دلوقتي شفتي وسط بسطة القاهره عامله ازاي؟ تمام. ده وسط القاهره دي بتتغسل حاليا. هرجع لك مره ثانيه يا ست اللواء، ان في تفاصيل ثانيه في القرار محتاجين نفهمها، لكن استاذ خالد برضو يعني سريعا كده رايك في القرار ده ايه؟ هل عندك اي مشاكل او تخوفات في التطبيق؟ هو طبعا القرار ده انا مع القرار 100%. تمام. والقرار ده كان المفروض اتاخد من فتره طويله قوي. تمام. والمفروض القرار ده كان يبقى نابع من اصحاب المحلات نفسهم. المحلات تعمل كده من تلقاء نفسها. من نفسهم. ومع تطبيق القرار ده انا بطالب بالامانه في التعامل مع القرار نفسه. ازاي؟ من جهه المحلات. تمام. يعني ما يجيبش كاميرا صغيره واقول دي انا هتشيل عشان ايه؟ ارخص بس. تمام. لازم الكاميرا تبقى ذات جوده عاليه. عشان الكاميرا تبقى ذات جوده عاليه نرجع للموضوع الاولاني اللي هو بتاع الجمارك. تمام. فالنهارده احنا بنتكلم، حضرتك بتتكلمي على محل كبير ومحل صغير جنبه قد كده. أيوه. المحل الكبير ده ممكن يجيب كاميرا ب 7500 جنيه والمحل اللي جنبه ده هيجيب كاميرا ب 250 جنيه. تمام. بس احنا لما نبتدي ننزل لهم في الجمارك شويه، تمام، هنلاقي ان اللي هيجيب ب 250 جنيه ديا بدل ما كان بيجيبها ب 1000 جنيه هيجيبها ب 300. فهيقدر يحط حاجه ذات كاميرا ذات جوده عاليه. تمام. واللي هيجيب الميمو اللي هي ب 7500 جنيه ولا ب 8000 جنيه هيجيبها ب 3000 جنيه ولا ب 2000 جنيه. هي الميمو اللي عايزين نوضحها بس للمواطن اللي هو عشان يبقى سامعنا وفاهم معانا ومستجيب معانا، الميمو عمليه التسجيل. ما انا فاهم. في ناس كتير ما بقاش طبعا عارف. صح. تمام. فالنهارده ممكن بدل ما يحط كاميرا يحط اثنين. تمام. هيساعد في العمليه نفسها. تمام. عمل حضرتك دلوقتي بتكلمني على ان انا راجع تكلفه الكاميرا واسهل الاجراء ده على المواطنين. مش تبقى غاليه. تمام. بالنسبه مش غاليه. يعني ممكن كل محل على قد ما قدرته، محل او معرض كبير يجيب كاميرا ب 200 جنيه. تمام. ما يجيبه 700 جنيه ب 300 جنيه هتبقى تكلفتها هتقل، هيجيب الاجود. هي الجوده نفسها، انا بتكلم على جوده. انت من ناحيه ثانيه برضو كده انت بتحمل على الدوله. لا انا ما حملتش على الدوله. هو استاذ خالد لما بتشيل الجمارك عليها يعني. لا انا مش سعرها مش غالي دلوقتي بالنسبه للظروف الحاليه. تمام. ومتاح متهيألي لاي تاجر بيشتغل في التجاره حاليا متاح ليه ان هو. التجار بيفصلوا برضه يا فندم. لا 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 احنا بنتكلم صح كده؟ كنتوا بتتكلموا في كده فعلا؟ هو كده. اللي هو طب ما نشيلوا الجمارك بالمره واحنا نركب لكم كاميرات. دي مورد من الموارد اللي بتخش الموازنه العامه للدوله وبتسهل. لا بس دي بتساعد في منظومه العمل. احنا بندي 5% اهو. 5% داخل داخله. تمام. زي ما حضرتك بتقول. تمام. فهي برضه داخله الموازنه العامه للدوله. صح. يعني الدوله بتكسب واحنا بنأمن البلد. والراجل برضو الصاحب اللي طيب بس برضو الأساتذة يعني لفتوا الانتباه لنقطة برضو كنت بناقش حضرتك فيها، مواصفات الكاميرا. أي محل يقول لك هركب لك كاميرا وخلاص، ولا في يعني المحافظة هت يعني في مثلا يعني لجنة هتنزل هتتابع ممكن أحط لك كاميرا شكل؟ لا 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 يعني ما هو في تلاعب كتير. لا ما احنا عندنا في الاحياء متخصصين، طبعا هيبقى في ناس متخصصين في القصة دي. مش الاحياء والمحليات ده مشكلته مش خليش الكاميرا. لا والله هم اللي هينزلوا يراقبوا ربنا يستر بقى. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش. القصه دي دلوقتي ما عادش بقى فيه دلوقتي حزم، وكل الناس دلوقتي في الشارع. نائب المحافظ ده يا دوب بيقعد في مكتبه ساعتين ثلاثه والباقي كله موجود في الشارع مع المواطن، بيبص على كل حاجه في الشارع موجود. ما عادش الكلام ده كان زمان. كل رئيس حي دلوقتي من الساعه 7، انا بقول من الساعه 7 وانا باكد من كلامي ده، وده شغال عندي انا في المنطقه الشماليه موجود وانا بنزل له وبشوف. انا قبل ما اجي دلوقتي من رؤساء الاحياء اللي بيقالوا دلوقتي ليه؟ ما يقال عشان عشان ما بيشتغلش. لو واحد مش مظبوط وفي في يعني عمله يعني الوحش موجود، فاحنا عايزين بس نفلتر العمليه. طب والجزاء ايه؟ ما هو موجود، ما في الصالح طول عمره، في الصالح والطالح. احنا حاليا بنقوم
الناس الكويسه بنقول عليه كويس و10 على 10 وبيتم تشجيعه، اللي هو اصلا ما في مش ما الحركه الديناميكيه بتاعته بقى مش مواكب الحركه، لا بالسلامه، ويجي غيره بيبدا يشتغل وبيبدا ينتج وبيبدا في اداء. حضرتك دلوقتي لما بتنزل في القاهره لا في اداء تغير. طيب في اداء تغير، يعني انا ممكن اقول لك يعني 99% تغير الاداء و9 من 10 عشان تبقى بقى يعني كده كامله مش قوي كده. حضرتك في منطقه كامله في ميدان الجامعه عندنا. طب ممكن بعد الفاصل نرجع نتكلم عشان لازم نطلع لفاصل دلوقتي. بعد الفاصل نرجع نناقش القرار وآلية تنفيذه على الارض. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، ولسه مناقشتنا مستمرة مع ضيوفنا على خلفية القرار اللي أصدره محافظ القاهرة لضبط الأمن في الشارع المصري في ضوء طبعا الحوادث الإرهابية للأسف الشديد بنعاني منها. القرار اللي بيقول أنه أي محل تجاري كشرط لتجديد ترخيصه أو أنه ياخد رخصة جديدة يعني لازم يكون مركب كاميرا مراقبة. اتكلمنا في بعض التفاصيل ليها علاقة بكيفية التنفيذ والمراقبة على هذه المسألة، وإن ما يحصلش فيه أي تجاوزات أو تلاعب إني أحط كاميرا غير مطابقة للمواصفات وخلاص يعني سد خانة. وكمان الأساتذة كانوا بيقترحوا تخفيض التكلفة علشان كل أصحاب المحلات التجارية يتشجعوا من تلقاء نفسهم ويقوموا بعمل ده يعني لصالحهم حتى في الأساس. قبل ما أرجع لضيوفنا اللي برحب بيهم معايا مرة تانية، إحنا معانا برضو بعض المدخلات لأصحاب المحلات نسمع رأيهم وشايفين الكلام ده أو القرار ده إزاي ولأي مدى هم موافقين عليه وعلى تطبيقه. معانا على التليفون. طيب لغاية لما يكون التليفون جاهز أرجع لك يا سيادة اللواء في نقطة، إنه عايزة هفرق ما بين قلنا مثلا محل كبير ولا محل صغير، المحلات اللي في الميادين ولا المحلات اللي في الشوارع الجانبية، يعني كل هيسرع عليهم القرار، كله هيصدر على القرار على الكل. محل جانبي أو محل رئيسي، حتى اللي في الشوارع الجانبية في أحياء حتت يعني هو معني بكل الأماكن. مش كتير، مش كتير، مش احنا عندكم احصاء بكم محل مثلا انتم مستهدفين؟ لا 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 مش في ما تمش الحصر ده. انا عندي الحصر. كام يا فندم؟ 3.5 مليون تاجر في مصر كلها. 3.5 مليون تاجر. ايوه. وحضرتك النقطه اللي هي بتاعت انه محل على الواجهه في الشارع في ميادين يتعامل زي المحل، لازم كله يعمل كده. ما بقول لحضرتك في منطقه كامله دلوقتي في مصر الجديده منطقه ميدان الجامع دي من سنه 2005 لغايه النهارده حضرتك ما فيهاش سرقات. ليه؟ لان كل المحلات الذهب هناك او اكثرهم يعني حاطين كاميرات مراقبه في الحته دي، فالحمد لله دي تعتبر من المناطق اللي في القاهره اللي كل التجار عملوها من غير حتى ما ينزل القرار ده. ده طبعا عشان يحافظوا على محلاتهم وكده يعني. وجوده الكاميرا والكلام ده كله كلها رائعه وكلها شغاله برضو بالذاكره وكده. استاذ خالد حاضر. انا عايز اضيف فاقول ان التاجر اللي هيركب كاميرا هو بيساعد نفسه قبل ما بيساعد الدوله. لان هو الكاميرا اللي هيركبها دي هو يقدر يتابع اللي بيحصل كله، وفي نفس الوقت لو حصل حاجه حواليه او حاجه الدوله هتستفيد بالطبع. فهو مفيش مجال ان هو التاجر يعترض على موضوع زي ده، ده المفروض هو يبقى هو سباق للموضوع ده يعمله. طب حضرتك وانت في الغرفه التجاريه رد فعل اصحاب المحلات تجاوبهم مع القرار، يعني في حد ليه ملاحظات؟ حد عنده غير موضوع نشيل الجمارك على الكاميرات؟ لا لا هو الناس كلها متفهمه الموضوع وموافقه على الموضوع. تمام. وهو الموضوع زي ما قلت لحضرتك هو هيفيدهم اولا واخيرا. يعني لو هنتكلم على مستوى فردي هو هيفيدهم، لو مستوى الدوله هيفيد الدوله ككل. تمام. فهو مفيش حد معترض على الموضوع ده. هو القرار ده تنفذ يعني تنفذ على الارض؟ في حد فعلا قدم شفته في مشكله في محل؟ خلاص هو لسه القرار صادر من فتره قريبه وهيتم تنفيذه. انا بقول برضو بضيف للمحلات التجاريه وخاصه المحلات التجاريه الكبيره والمطاعم، ده ممكن صاحب العمل هو بيتابع أداء جميع العاملين عنده في المنشأة الموجود فيها، يعني معاه مثلا أي هو بعيد عن المحل بتاعه أو مكانه ممكن يسترجع اللي كان بيتم في خلال الفترة اللي هو غايب فيها ويشوف أداء العمال الموجودين عنده في المحل أو المنشأة أو الموظفين، هل كانوا بيأدوا على الوجه الأكمل ولا لا، ولا كان في تسيب في هذا المكان. ده برضو جزء من المراقبة الذاتية ليه هو شخصيا بحيث أنه هو بيأدي هذا العمل. أنا عاوز أقول الكلام إن إحنا دي مصر اللي احنا بنتكلم عليها،
احنا شفنا ولازم يبقى نحط في الذاكره بتاعتنا اللي بيدور حالنا في الدول اللي جنبينا، في ليبيا، في سوريا، في العراق، في السودان، في الصومال، سوريا، الكلام ده كله اللي بيحصل فيها ايه؟ ما لما بتحصل فيها فوضى نتيجتها بتيجي على ايه؟ على الشعب نفسه. طب لما يحصل فيه خلل امني موجود في الشارع هيترتب عليه ان صاحب المنشاه ده بيقفل المنشاه بتاعته، واحنا عدينا بالكلام ده ومرينا بيه في الفتره اللي كانت عقب ثوره 25 يناير لما حصل فيه نوع من التعدي على المحلات دي وتم تكسيرها وتم سرقه محتوياتها وتم اللي حصل فيها عقب الثوره، كانت نتيجته ايه؟ ان مفيش كاميرات بترصد هذا الكلام. صحيح، كان نتيجته مفيش هذا الكلام. احنا مش عاوزين نرجع تاني ونقول يا ريت كنا عملنا كذا، يا ريت حصل كذا وكنا عملنا كذا. طب هل في تفكير انه يتم تعميم القرار برضو على اصحاب العمارات وهو بيبني عماره، الكلام ده كله برضو يبقى في كاميرا مراقبه على المدخل؟ والله ده راجع لهم برضو كناحيه امنيه، ما هو البواب برضو موجود، حارس العقار بقى المفروض يبقى في حاجه ليه دي في بس في العمارات اللي هي يعني في الاماكن اللي هي يعني فيها يعني انا قصدي ان تبقى مصر كلها متوجه. مغطاة بالكاميرات. احنا لما بنغطي المحلات دي كلها هنغطي مصر كلها. ان احنا اي حد عنده اي هوس انه يعمل عمليه تخريبيه هيحس ان هو من ساعه ما قلت لحضرتك من ساعه ما خرج من بيته لغايه لما يتظبط هو في متابعه ليه، فهيبقى في احجام. انتوا تواصلتوا مع الغرفة التجارية اثناء اخذ القرار ده او حتى هو في تواصل؟ احنا في القاهرة على طول متواصلين طبعا مع الغرفة التجارية. يعني هم بيترددوا عندنا في المحافظة وفي تواصل معاهم، وده كله يعني كله ده اجراء القاهرة بتعمل اجراء وسباقة. القاهرة محدش بيفرض عليها حاجة وهي سباقة في هذا العمل من تلقاء نفسها وتفكيرها ان هي تعمل حاجة زي كده. ليه؟ حست ان ده واجب عليها ان احنا نعمل امن للمواطن وأمن للمنشآت وأمن للشارع وأمن لكل الناس المتواجدين على أرض القاهرة، دي عاصمة مصر. طيب خلينا بالأرقام وأسأل حضراتكم وأعرف يعني خسائرنا كام، طبعا غير الخسائر البشرية التي لا تقدر بثمن يعني من أرواح وغيره، لكن قطاع التجارة في مصر والمحلات التجارية ووقف الحال في كتير من الأوقات، يعني عندنا احصاء بالخسائر اللي لحقت بالقطاع ده؟ هو حضرتك احنا مش هي مش ما اسمهاش خساره، لكن هي تراجع. هو السوق عندنا ما بيموتش لكن بيمرض، ممكن يدخل الانعاش ممكن، لكن هو الفتره اللي فاتت كلها يكفي حضرتك تعرفي ان احنا من ايام الثوره الاولى بتاع 2011 المحلات التجاريه الوحيده اللي ما قفلتش ولا عملوا وقفه احتجاجيه ولا عايزين فلوس زياده ولا 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 حاجات من دي خالص، دليل ايه؟ ان السوق التجاري هو اللي كان محافظ على سير الدوله، سير القطاع كله، القطاع التجاري بتاعنا سير الدوله كلها بالكامل، ما فيش محل قفل، ما فيش محل وقفه احتجاجيه ولا اي حاجه من دي. بس ده اثر طبعا على التجاره، يعني حضرتك يكفي تعرفي ان احنا كل سنه بنستورد مثلا من الصين، احنا احتياجاتنا بنجيبها من بره، 90% من احتياجات مصر كلها بنجيبها من الخارج. يكفي تعرفي ان احنا بنستورد كل سنه 1,885,000 كونتينر من الصين، السنه دي ما تعدوش ال 800,000 كونتينر. دي معناها ايه؟ ان في تراجع جامد جدا. ده الاسباب عشان العمله الصعبه ولا؟ طبعا اسباب كتيره، منها العمله، تحجيم الاستيراد، رفع الجمارك على اللي هي اترفعت من 40% ل 600% بقرارات عشوائيه، حاجات كتير جدا وقفت البلد وتعبتها جدا. ونتمنى حضرتك بتسميها قرارات عشوائيه، ممكن وجهه النظر الثانيه تقول لحضرتك انه لصالح المنتج المحلي طبعاً، وان الصناع المصريين لازم يشتغلوا، ما نشتغلش على الحل السهل والبديل على طول، يلا استورد من بره وللاسف الشديد بجيب اردأ حاجه. لا انا موافق على اللي حضرتك بتقوليه، بس حضرتك يعني انا لما امنع ان حاجه معينه ادخلها بلدي، طب اوجد البديل الاول واوجد الصناعه بتاعتها وساعد الصناعه دي انها تقف على رجليها. يعني انها تقف على رجليها؟ المواد الخام تدخل من غير جمارك خالص زي كل الدول الخليج ما بتعمل النهارده، اعلى جمرك يبقى 5% بضاعه داخله او خارجه 5%، يبقى انا كده هخلي الدول الاجنبيه كلها تيجي تصنع تساعدني في التصنيع هنا يعني. لكن انا ما اجيبش مواد خام احط عليها 10% جمارك 10% ضريبه مبيعات، يعني انا بكسب فيها، الدوله بتكسب فيها قبل ما ابتدي اصنع. طب دخلها لي بدون
اي حاجه عليها، اي عوائق او اي حاجات عليها، عشان اقدر النهارده الصين مش عايزه تيجي ليه؟ عشان اللي انا بتكلم عليه. حضرتك انا عندي شركتي هناك وعندي، فمن ضمن الحاجات اللي هم بتمنى انهم يجوا يساعدونا هنا ويشتغلوا معانا ويعملوا صناعات هنا، صناعات صغيره وصناعات صغيره ومتوسطه. عشان يجوا يعملوها هنا لازم منظومه الجمارك عندنا لازم تتراجع، لازم تتراجع، عشان كل دول العالم تيجي النهارده. انت النهارده السيد الرئيس بيعمل بيبسط كل حاجه عندنا علشان الناس دي تيجي، بس في حاجات بقى صغيره لازم يراجعوها فيها، زي القرار اللي هو اللي كانوا عاملينه شهاده الجوده سي اي كيو اللي كانوا عاملينه، وكانت الصين بتاخد منه 2 مليار دولار مننا هناك كمستوردين لصالح الدوله الصينيه، واحنا هنا طلبنا من الرئيس ان هو ال 2 مليار دول خدوهم بس ارفعوا جوده المعامل عندنا واعملوا كل حاجه بس لصالح الدوله، شيلوا العشوائيه كلها بال 2 مليار، والحمد لله اتنفذ القرار. طيب برضه ملف الاستيراد، وحضرتك تقريبا مجالك برضه في حاجات المنتجات السياحيه. كنت تضررته معرفش دي يعني برضو بالظبط من موضوع برضو قرار السيد منير فخري عبد النور، هو قرار 232 لسنه 2015 تمام. هو القرار طلع مره واحده ما بين يوم وليله طبعا، اي ما عشان ما تلحقوش تعملوا حاجه. لا لا هو في لا لا هي مش فكره ما نلحقش نعمل حاجه حضرتك، هو في بيبقى التزامات ماديه وادبيه مع الجانب الاجنبي تمام. طب النهارده انا هاخد قرار، هو القرارات الاقتصادية الواضحة في أي دولة هي مفتاح نجاح أي تجارة. ما ينفعش إن أنا أبقى قاعد في دولة وما بين يوم وليلة كده أصحى الصبح ألاقي في قرار طالع تمام، ما ينفع ما أعرفش أشتغل تمام. النهاردة في إحنا لما بنيجي نصنع بره إحنا الحاجات دي مش جاهزة، إحنا بنقدم استنباط، بنعمل استنباط بتاخد من 3 شهور لست شهور تمام، بندفع ديبوزيت من 10 ل 30% عربون يعني دفعة مقدمة تمام، وبعد ما بيخلص إنتاج بنبتدي نبعت الفلوس ويبعت هو البضاعة. فالنهاردة لو أنا متفق على حاجة من 6 شهور تمام وقرار طلع، طب أنا هنفذ إزاي مع الجانب الأجنبي تمام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا النهاردة السياحة كانت في البلد من سنة 2011 مفيش سياحة تمام. احنا كنا بنشتغل على السياحة والمنتجات السياحية. البازارات احنا عندنا في مصر 30,000 بازار بمعدل 2 مليون عامل في البازارات دي بيشتغل تمام. فالنهاردة البازارات دي هتلاقي ايه تبيع، انت ما عندكش منتج محلي بتنتجه هنا عشان تعوض النقص اللي هتمنع استيراده. بس يا استاذ خالد مش كانت حاجه صعبه قوي انه تماثيل فرعونيه، حاجات مصريه، حاجات شعبيه بتاعتنا نروح نجيبها من الصين والسايح يجيب؟ لا هقول لحضرتك حاجه، لو كل دول العالم تمام كل ده، لو احنا لو حضرتك رحت فرنسا المصرية. لو حضرتك رحت فرنسا هتلاقي نماذج بوج ايفل صيني، هو ده مش اقل من شان الفرنسيين. بس احنا تمام؟ بنعرف نعمل الكلام ده. لا ما فيش، محدش مع حضرتك ما عندكيش صناعه. انا قعدت مع لان بقى في اضراب في الاسواق بالمنتجات المستورده. قعدت مع مستشار الوزير حضرتك وارخص. لا ما فيش، انا قعدت مع مستشار الوزير قلت له هات لي اسامي 5 مصانع تمام. الاستاذ علي الكبير كان موجود في اجتماع في الغرفه التجاريه، قلت له هات لي اسامي 5 مصانع تمام بتنتج الحاجات دي في مصر. قال لي ما فيش. قلت له طب هات لي اسم مصنع واحد. قال لي ما فيش. كل اللي بننتجه هنا تمام عباره عن 30 40 ورشه بينتجوا الاباستر وشغل الاباستر وشغل ورق البردي والحاجات دي احنا، والنحاس، شغل النحاس، الاطباق النحاس والحاجات دي احنا لما بنيجي نشتغل احنا ما بنقربش منها كمان. اسالك خلوها في حال. لا احنا ما بنقربش منها، بنجيبهاش. اسمحوا لي طبعا هي فرصه ان احنا بنفتح الملف ده برضو نتناقش فيه وهسمع تعليقك يا سياده اللواء، لكن احنا معانا بس في نقطه لا اتفضل في نقطه صغيره بس عايز اضيفها. النهارده تجاره المنتجات السياحيه بتعتبر جزء لا يتجزا من العمليه السياحيه نفسها تمام. فالنهارده ما في عندنا دول كامله قايمه على سياحه التسوق بس تمام، فما ينفعش ان احنا نلغي المنتج التجاره دي من المنظومه السياحيه، مع العلم ان احنا بنخاطب المستهلك الاجنبي، احنا ما بنخاطبش مستهلك مصري. فاحنا الدولار اللي هيطلع من هنا بيخش مكانه 5. هي يا فندم بعد اذن حضرتك. طب معلش بقى اسمع تعليق عشان ما اطولش على تليفونات اكتر من كده، وبعتذر على الاطاله. باشمهندس كرم معانا على التليفون.
مساء الخير عليك وعلى ضيوف الكرام. مساء النور يا فندم. مساء النور. طبعا احنا طبعا بنناقش القرار وارجع له مره ثانيه، القرار اللي خدته محافظه القاهره شرط للترخيص او تجديد الترخيص تركيب كاميرا مراقبه على المحل. حضرتك صاحب محل ايه يا فندم؟ ملابس جاهزه، ملابس جاهزه في وسط البلد. تمام، ايه رايك في القرار ده ومساعدة تنفذه ولا ايه الاخبار؟ قرار حكيم جدا وممتاز، ويمكن هيحمي وسط البلد او هيحمي المحلات التجاريه من جرائم السرقه، من جرائم التخريب، الحاجات دي، لان احنا كان لينا تجربه سابقه قبل 2010. يمكن انا من منطقه الموسكي، كنا اتفقنا مع مأمور اسم الموسكي ساعتها في الفتره دي، وعملنا كاميرات تصوير على اول شارع عبد العزيز وشارع محمد علي. فكان محل السرق في نص الشارع بالظبط، نزلوا عصابه سطو عليه وبتاع، فلما جم استرجعوا كاميرات تصوير عرفوا يقبضوا على العصابه دي بسرعه. فالقرار ده هو اتاخر، يعني قرار حكيم فعلا من معالي السيد الوزير المحافظ بتركيب كاميرات على المحلات، فده حمايه لينا كلنا، حمايه لمصالحنا وحمايه لامننا. عندك مشكله في تكلفه الكاميرا يا فندم ولا؟ والله بص حضرتك، طالما مفيش الزام على نوعيه معينه فكل واحد بيجيب اللي يعجبه. يعني انا النهارده بجيب كاميرا عاليه قوي، في غيري يجيب كاميرا اقل شويه، مش يعني دي مفيش يعني حضرتك ومقدرتك الماليه، فبناء عليها تحدد نوع الكاميرا، بس المهم انها تكون زي ما بنقول يعني عشان تأدي الغرض اللي مطلوب منها بالظبط، وترصد وبتسجل يعني، تبقى شويه وتبوظ يعني. تمام. شكرا جزيلا المهندس كرم. معايا كمان استاذ نبيل، اتفضل يا فندم. اهلا بيك استاذ نبتة، واهلا بحضرتك واهلا بضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. معاك نبيل بولس، تاجر اخشاب في وسط البلد في الموسكي، وعندي كذا نشاط برضو اخر في البلد. تمام يا فندم، ايه رايك في القرار يا استاذ نبيل؟ طبعا القرار طبعا ده فوق الممتاز، بس اوريدي احنا كده كده من ساعة طبعا الارهاب والحوادث اللي حصلت مؤخرا، احنا كده كنا مركبين بس مش معممين كل المحلات. بس قرار المحافظ النهارده بيلزم، النهارده كل واحد عنده رخصه بيجددها، وكل واحد بيرخص جديد وبتاع بيلزمه، ده امن وامان لنفس المكان للمحل وللشارع، عشان انت عارفه طبعا الامن ليه كذا جزء، امن جنائي واخد بالك، وامن سياسي. تمام. الامن الجنائي حضرتك طبعا زي ما انت شايفه في الاونه الاخيره كثرة السرقات والاغتصاب والبلطجة، فطبعا الحاجات دي بتكشف وبتبين لنا مين النهارده المتسبب في الحاجات دي، وبتساعد النهارده الداخلية وبنساعد الشرطة اللي هي على أسرع وقت بتقدر تقبض على المرتكب اللي يسرق ولا اللي بيعمل بلطجة. بالنسبة للسياسة الإرهاب بقى، دي قصة تانية خالص، زي ما أنت شايفة حضرتك كل يوم في حتة هنا إرهاب، وحته مش عارف كان قنبله بيحطها هنا والقنبله بيحطها هنا، برضو بعون الله الحمد لله في كاميرات كتير بترصد الحاجات دي، وانا بشكر المحافظ اللي هو فعلا عمم الحاجات دي علشان منع الارهاب ومنع السرقات. تمام، شكرا جزيلا يا استاذ نبيل، شكرا لحضرتك. اسمع تعليق يا سياده اللواء، وكنت عايز تعلق على الكلام ده. احنا شفنا بقى استجابه من المواطنين دول كمثل، استجابه سريعه. يعني هم الناس كلها دلوقتي ابناء مصر بقى حاليا كلهم مثقفين سياسيا وامنيا، في يعني اكتر من المتخصصين نفسهم، عشان هم عايشوا الاحداث وعايشوها. فده راجل بيتكلم على انه بيحافظ على ممتلكاته من اي نوع ايا كان هذا النوع، حتى من التخريب، لو المنشاه بتاعته اللي هي الاخشاب دي ممكن اي حد عنده في نفسه شيء ممكن يعمل له حريقه في نفس المكان، الكاميرا هترصده، فهيفكر ألف مره انه يعمل حاجه قبل كده. أنا عاوز أقول بقى بالنسبة للعملية دي، اللي بالنسبة للمنشآت السياحية والعمل والمصانع الألبستر، الأقصر طبعًا أنا كنت شغال في الأقصر، كان ليا شرف إن أنا كنت ضابط مباحث في الأقصر، فأنا عصرت الناس هناك وعصرت قد إيه السياحة، وإن 20% 20 مليون في مصر حاليًا قائمين على أعمال السياحة. وقد إيه بتدخل مصدر قومي للسياحة. أنا في الثمانينات كنت موجود وكنت معني بعملية السياحة في الأقصر، احنا جه علينا في الموسم في السيزون مفيش مكان في فندق، وكانوا الحاجزين مين بقى؟ الأمريكان، اليابانيين، فرنسيين، إنجليز، كل الجنسيات اللي هي جاية بتصرف، جينا ما لقيناش مكان.
الشركات السياحة حجزت أوفر عن الأماكن اللي موجودة فيه. اضطرينا بقى أن احنا ناخد الكورنيش، وطبعا طول عمرها القوات المسلحة السباقة أنا استعنت بيهم في هذا اليوم وقلت لهم نزلوا لنا الخيام بتاعتكم، نزلوا الخيام وخد الكورنيش من الكرنك لغاية وينتر بلس، وفرشنا كله ونزلنا الأجانب ونزلنا السراير ونزلوا في الأماكن دي. الأجانب بقى اللي هم موجودين في الفنادق اعتقدوا ان احنا ده حاجة مميزة، فكله بدأ بقى يقول لك انا انت مخليني في الفندق ليه؟ الخيمة. انا عاوز اعمل تحت الخيمة على اساس ان انا ده مكان مميز وفي الهواء برضه. احنا تاني يوم نزلناهم وعملنا عملية تبادل، احنا حلينا مشكلة بس مشكلة جت فايدة. وكان رئيس فرنسا تاني سنة كان جاي بيزور الأقصر، وكان بيزور الأقصر كل سنة تقريبا في السيزون، فجه وفي نفس الوقت قال انا عاوز، انا واحد حكى لي على الخيمه اللي انتوا عملتوها على الكورنيش، فانا عاوز اقيم في خيمه. احنا فعلا كان في فندق اسمه فندق جروفيل في الاقصر، احنا عملنا له الخيمه موجوده في الاقصر وقعد فيها. احنا بنحل مشكله ولقت قبول مع الاجنبي، الاجنبي عاوز عاوز نوع غير حاجه غير تقليديه. انا بقول ان احنا، انا بقول ليه بقى، ان البلد كانت مفتوحه، كان لما كان في امن وفي استقرار لمصر كان مردوده. احنا بنقول على الكل السياحه ده شغال فيها كل انواع البشر، بدءا من المزارع اللي بيزرع وبينتج وبيجي يطلع طماطم وخيار وبتاع. شوف اصغر واحد بقى هنا مرتبط باعمال السياحه، سيبك بقى من البازارات والاوتوبيسات والطيران وكل الناس شغاله على السائح اللي بتاع اللي هو بيتردد على بلادنا. فاحنا لما يعم الامن والامان وبلدنا تستقر ان شاء الله، وان شاء الله عايده باذن الله، هنلاقي يعني انا بتكلم في نقطه حضرتك بعد اذن حضرتك. هو دلوقتي انا في اعتقادي الشخصي ان القرار ده لما تم اتخاذه لسببين. السبب الاول هو حمايه الصناعه الوطنيه، والصناعه الوطنيه ما بتمثلش 3% من حجم تجاره المنتجات السياحيه في مصر، تمام. السبب الثاني هو حمايه العمله الاجنبيه الدولار، والتجارة بتاعتنا الوحيدة اللي بتضيف للعملة ما بتاخدش منها، لأن أنا لما بطلع دولار لو قبل ما بتوصل من المستورد لتاجر الجملة للموزع لتاجر التجزئة للمستهلك الأجنبي بتوصل له ب5 دولار على الأقل. فالنهاردة الدولار اللي بيخرج بيدخل مكانه 5. تمام. خلي الموضوع ده نفرد له حلقة ونتناقش في الموضوع ده إن شاء الله، وإزاي برضو في المقابل الموضوع بس ده في الصناعه المصريه انهض بيها لانه ما يبقاش كل الاعتماد على كتير جدا عريضه ممكن نتكلم فيها. شكرا. انا بقول جزيلا. اتفضل يا فندم. انا سريع. بقول برضو فرصه ان احنا في البرنامج حاليا ان كل الناس اللي هي سمعانا اللي هم بيحبوا مصر وخايفين على امن مصر وخايفين على استقرار مصر ان هم يبادروا من تلقاء نفسهم وما ينتظروش لغايه تجديد الرخص والمحلات بتاعتهم، ويبدا بقى هو يركب كاميراته ويبدا يحافظ على امنه. ده بيساهم بدور حيوي معانا في عمليه استقرار والامن في ربوع محافظه القاهره. اي تعليق اخير؟ بنتمنى ان القرار ده طبعا قرار رائع، ونتمنى ان هو ينتشر في جميع ربوع مصر علشان الامن بتاع البلد بتاعنا إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة اللواء أحمد ضيف صقر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية. شكرا أستاذ أسامة جعفر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وأستاذ خالد السعداني رئيس شعبة المنتجات السياحية بالغرفة. بشكر حضراتكم وبشكركم على المتابعة، وبكرة بإذن الله يا رب يوم جديد في الحياة. اليوم نشوفكم على كل خير إن شاء الله.